السلام عليكم ورحمة الله. كان أحبكم أخواتي الغاليات، نتمنى إن شاء الله تكونوا بألف خير. بعد الصلاة والسلام على حبيبنا رسول الله، وبإذن الله غادي نقدم لكم حلوى دوازتاي سهلة اقتصادية، مكونات إن شاء الله متوفرين في كل بيت. كتجي رائعة في الشكل ديالها وفي الطعم ديالها، كتجي بنينة طعم ديال الفقاس. نتمنى إن شاء الله تنال الإعجاب ديالكم بطريقة اللي هي جد سهلة ومبسطة، وغادي تشوفوا جميع التفاصيل، الطريقة ديال التحضير ديالها وكذلك الطياب ديالها في الفرن. وخا المبتدئات دغيا إن شاء الله غادي تجربوها وغادي تصدق لكم من أول تجربة. ما عليكم غير تتبعوا معايا الفيديو، ما تنساونيش باللايك بارك الله فيكم والبارتاج مع الأحباب مع الصديقة ديالكم لتعم الفائدة. واللي أول مرة كتشاهد الفيديو ديالي كنرحب بها باش تشترك في القناة وتفعل الجرس باش توصل بكل ما هو جديد إن شاء الله. ما غاديش نطول عليكم أخواتي الغاليات، غادي نمروا المقادير والطريقة في نفس الوقت. كنحتاجوا البيض، هاد الحلوة كنحتاجوا ليها غير بيضة واحدة، كندهنوها من الفوق، كنحتاجوا داك الصفر ديال البيض، وداك البياض بلا ما نضيعوا فيه كنضيفوه مع البيضة الأولى. وهاد الصفار غادي نخليه جانبا بعد ما نغطيه بواحد البلاستيك غذائي. كنضيفوا رشه من الملح لتصحيح الذوق اللي ضروري منها، وعندي هنايا نص كاس ديال العنبه ديال السكر الثاني دائي السكر الخشن ما يعادل 80 غرام. وكنطربوا هاد المكونات مزيان، كنستعنوا هكا بالطرب اليدوي حتى يذوب لينا داك السكر. وغادي تلقاو المقادير مكتوبه في صندوق الوصف اسفل الفيديو كيف ديما بالعبار وبالغرام ان شاء الله. وهنايا ضفت الزيت النباتي، نسيت ما وريت لكمش الكاس كيف موضح لكم في الشاشه، فايت شويه نصف كاس، يعني شويه فايت النص ديال الكاس ما يعادل 100 مليليتر اللي كنضيفو ديال الزيت النباتي. وهنايا كنحاولوا نطربو مزيان هاد الزيت باش ندخلوه مع المكونات باش ما تبقاش تلق لينا في العجين. وغادي نضيف واحد الملعقه اللي هي كبيره ديال العسل، ممكن تضيفوا ملعقه اللي هي كبيره، ولا بغيتوا تجيكم هشيشه، ولا بغيتوا شويه ديال القرمشه ضيفوا غير ملعقه اللي هي صغيره. وكذلك فاش كنضيفوا ديك الملعقه اللي هي كبيره كتحمر دغيا كيف غادي نوضح لكم ان شاء الله في الفرن، يعني في الطياب ديالها دغيا كتاخذ لكم اللون خصكم تحضيو معاها. وهنايا غادي نضيفوا الزارع، وغادي نضيف واحد الزنجلان، شويه ديال الكاوكاو، عندي هنايا حبه حلاوه، عندي ملعقه اللي هي صغيره ونص ملعقه ديال الدهن طحونه، والنافع حتى هو درت ملعقه اللي هي صغيره هكاك حبوب ونص مطحونه. وعندي هنايا الكاوكاو مهرمش ومحمر، وزنجلان حتى هو محمر، جوج معالق من كل حاجه، يعني جوج معالق ديال الكاوكاو وجوج معالق ديال الزنجلان. وهاد المنسمات او هاد يعني الكاوكاو والزنجلان كيبقاو اختياريين اللي متوفر عندكم. وداك النافع وحبه الحلاوه ممكن ديرهم غير حبوب، وممكن ولا عندكم مطحون ديروا غير مطحون، يعني كيبقى لكم الاختيار. صافي، هنا من بعد ما كنطرب مزيان غادي نضيف ان شاء الله الدقيق، وغادي نضيفه بالتدريج. والنوعيه ديال الدقيق من الافضل تكون نوعيه جيده مخصص الحلويات ويكون منخول. وعندي هنا واحد الكيس ديال خميره الحلويات البيكين باودر من فئه 8 غرام، ممكن ديروا حتى ديال 7 غرام. وكندخلوا الدقيق غير بشويه كيف قلت لكم، يعني غير بالتدريج، وغادي نقول لكم ان شاء الله شحال خدات مني من الدقيق. بالنسبه للاضافات اللي كنضيفو، ممكن تضيفوا يعني غير الزنجلان، او تضيفوا غير الكاوكاو، او ديروا اللوز اللي متوفر عندكم في البيت، ممكن تستغناو عليهم ديروا غير دوك الزرارع، يعني داك حبه الحلاوه والنافع فقط، اما مطحونه اما حبوب. هنايا كيف كتلاحظوا باقي خصها شويه، غادي نزيد حوالي واحد الملعقه، خص نتحصلوا على واحد العجينه كتكون رطبه، ما تقصعوهاش اخواتو، ما تخليوهاش مرخوفه بزاف كيف كتلاحظوا هنايا. والكميه ديال الدقيق اللي خدات مني 300 غرام ديال الدقيق، يعني 3 ديال الكيسان ديال العنبه. هنايا قبل ما نمروا لتشكيل الحلوه، كنجيبوا داك الصفار ديال البيض اللي احتفظنا به، كنضيف ليه القليل من قهوه سريعه الذوبان وقطرات من الخل او ديال الحليب اللي متوفر عندكم، وكنحاولوا نخلطوا شويه هاد العناصر. كنديروا هاد العمليه من قبل باش داك القهوه السريعه الذوبان دغيا تذوب معانا، كنخليوها هكا ترقد، من بعد دغيا كتذوب ما كتبقاش باينه. بسم الله، غادي نبداو في تشكيل الحلوه. وهنايا الحجم ديال الحلوه كيبقى اختياري، غادي نديرهم شويه صغار باش نحصلوا على الكميه اللي هي كثيره، غادي ندير في الوحده 20 غرام، وكيبقى لكم الاختيار، ممكن ديروا من 20 حتى ل 25 غرام في الوحده. هاد الحلوه ما كنفوتوليهاش، يعني ديك ال 25 غرام، لان ولا درناها كبيره حتى 30 غرام
يمكن تبقى لكم من الداخل ما طيبش، لان دغيا كتطيب باش نطيب لينا من الداخل وتجي شويه مقرمشه وهشيشه، من الاحسن كديروهم صغار. وهنايا هاد العمليه هذه بغيت نشاركها معاكم، يعني كنبدا هكا كنشد القياسات، من بعد غير كنكور الحلوه ديالي بسرعه، وماشي ضروري اللي ما عندهاش الميزان يعني تشد القياسات ديال الحلوه، يعني عينكم ميزانكم ديروهم هكا متساويين، غير بغيت نديرو قياس واحد صافي. من بعد ما كنشد جميع القياسات هنا كديني الخدمه سهله، غير كنكورها وكنحاول نضغط شويه عليها براحة يدي، ما كنخليوهاش هكاك بومبي، وكنحطوها في الصينيه اللي نفرش عليها ورق الزبده. ما كانش متوفر ممكن ندهنوا اللاطه ديالكم غير بزيت النباتي، كنجيبوا ديك البيضه كيف كتلاحظوا هنايا، ديك القهوه السريعه الذوبان دغيا كتذوب من بعد ما كديروها من قبل، يعني كتبقى يعني كترقد في داك البيض وكتذوب بسرعه. وكندهنوا الحلوه ديالنا من الاعلى، ممكن ديروا ديك القهوه السريعه الذوبان ما كانش متوفر، ممكن ديروا غير قطرات ديال الخل او ديال الحليب ودهنوا الحلوه ديالكم. وممكن تستغناو على هاد الخطوه هذه، اللي ما بغاتش تدهن الحلوه بالبيض ممكن تستغنى عليها. صافي من بعد ما كندهنوا الحلوه ديالنا كنا غادي نجيب ان شاء الله، عندي هنايا السمسم، غادي نزين بهذا السمسم الابيض، ممكن ديروا السمسم العادي هذا كيعطيها واحد الجماليه، كتجي زوينه بهذا اللون الابيض مع داك من بعد ما كتدهن داك البيض كتجي محمره، وداك هاد الجنجلان كيجي عليها زوين باين يعني من الاعلى. ممكن ديروا اللوز، ممكن ديروا الكاوكاو مهرمش، ممكن تستغناو على التزيين، ممكن تدهنوها غير بالبيض. صافي غادي ندخلها ان شاء الله الفرن اللي كيكون سخون من قبل، كنسخنوا الفرن ديالنا غير شويه ما كنخليوهوش يسخن بزاف، كندخلوه على 180 درجه اللي عندها فرن كهربائي، كتحطوها في الرف الوسطاني، واللي عندها الفرن ديال الغاز كتنقص النار كتخليها مهيله، لان درنا فيها العسل دغيا غادي تحمر معاكم، وباش نقصوا النار باش تطيب لينا من الامل داخل، ما تبقاش لينا هكاك ما طيباش، وتجي في نفس الوقت هشيشه ورطبه ومرمله في نفس الوقت. صافي كنا نشعلوا ليها من الاعلى بحال الغريبه باش تشقق لينا، من بعد كنشعلوا ليها من الاسفل باش تكمل الطياب ديالها. والمده اللي خدات مني في الفرن 17 دقيقه، وكل وحده حسب الفرن اللي عندها، غير كتنقصوا النار وكتحضيو معها باش ما تحرقش معكم او تحمر لكم اكثر من اللازم. واللون كيبقى اختياري، ممكن تحمر غير شويه الذهب كيبقى لكم الاختيار، وكتجي كيف شاهدتوا معايا كنقسموها كتجي رطبه وهشيشه في نفس الوقت عفوا. غادي هنايا نفرتتها لكم باش تشوفوا بانها كتجي هشيشه وطايبه من الداخل. نتمنى ان شاء الله تنال الاعجاب ديالكم، وما تنسونيش باللايك بارك الله فيكم، والبارطاج مع الاحباب ومع الصديقه ديالكم تاعهم الفائده. ولأول مرة كتشاهد الفيديو ديالي كنرحب بها باش تشترك في القناة وتفعل الجرس باش توصل كل ما هو جديد إن شاء الله. وخليتكم على خير إلى فيديو قادم إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، في أمان الله وحفظه، مع السلامة.